أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الوضع الإنساني في الحديدة. قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة سجلت نزوح أكثر من 570 ألف شخص منذ يونيو الماضي بسبب القتال في الحديدة. تتضاعف هذه الأرقام وسط تقارير عن أزمة إنسانية هي الأسوأ تمر بها البلاد، حيث يحتاج أكثر من 22 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية والحماية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: مستقبل الوضع الإنساني في الحديدة، ودور الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية في الحد من هذه الأزمة. نبدأ النقاش بعد التقرير. تستمر مدافع ميليشيا الحوثي بقصف الأحياء السكنية في محافظة الحديدة، وبالتالي دفع المواطنين إلى مغادرة ديارهم. خلال الأشهر الأربعة الماضية فقط نزح قرابة 600 ألف شخص جراء القتال في محافظة الحديدة بحسب تقرير أخير أطلقته الأمم المتحدة. الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق ذكر أن المنظمة الأممية تلقت تقارير بعودة تصاعد القتال جنوب الحديدة مؤخرا، ما قد يسبب بموجات نزوح أخرى بعد أن شهدت معارك الساحل الغربي توقفا نسبيا عقب إعلان مفاوضات جنيف التي باءت بالفشل. الدريهمي تتصدر قائمة المديريات في المحافظة الأكثر تضررا بسبب القتال، خاصة في الجانب الإنساني والمتعلق بالنزوح والإصابات في صفوف المدنيين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. هذه العائلة عينة من بين مئات الحالات الإنسانية في مديرية الدريهمي، حيث تسببت قذائف الميليشيا بمأساة دائمة، إذ يعيش أبناء هذه العائلة مأساة منذ أن قصفت ميليشيا الحوثي منزلهم في أغسطس الماضي بقذيفة هاون، قتل على إثرها أحد أبنائها الذي لم يكمل عامه الرابع عشر، وأصيب الوالدان بإعاقة دائمة. بترت ساق الأب كما بترت آمال الأم في إنجاب مولود يعوضها عن رحيل ابنها بسبب تعرضها لشظايا قذيفة توزعت على أنحاء جسدها وأصابتها بجراح بالغة، وأجرى لها الأطباء ثماني عمليات ما تسبب بفقدانها القدرة على الإنجاب. ليست هذه العائلة الوحيدة التي حفرت رصاص الميليشيا الحوثية جراحها. هناك مئات الأسر في الساحل الغربي كتبت لها مدافع الميليشيا وقذائفها حاضرا داميا ومستقبلا مجهولا. نبدأ النقاش مع ضيفنا الصحفي والناشط تهامي سعيد القليسي. أهلا بك أخ سعيد. مرحبا أخي العزيز. نعم، بداية تقييمك للوضع الإنساني بشكل عام ووضع النازحين في الحديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أخي العزيز وتحية للأخوة المشاهدين. طبعا الوضع الإنساني في 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 نتكلم على مدينة الحديدة ومديرية الدريهمي. الوضع مأساوي، الوضع كارثي. نحن ناشد من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي والتحالف لتحمل مسؤولياتهم. يعني الوضع لم يعد يحتمل الكثير. هناك مجاعة، هناك تفشي للأمراض، الكوليرا، الملاريا. نحن مقبلين على كارثة ستكون موجعة ومفزعة لنا كمراقبين أو كأبناء تهمة بشكل عام. نعم. طيب، تقييمكم لدور المنظمات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في المجال الإنساني؟ أخي لا يخفي عليك وعلى الأخوة المشاهدين، منظمات غائبة على الأرض وحاضرة إعلاميا. نحن كمراقبين وكمواطنين ولنا علاقات مع الناس في الداخل اليمني، لم نجد هناك منظمات فاعلة على الأرض. كل ما يوجد مبادرات فردية تكاد تكون لا وجود للمنظمات الدولية، وأنا مسؤول عن كلامي. كل ما هنالك مزايدات إعلامية، ليس إلا الوضع كارثي. ونحن ناشدنا ونناشد على مدار الساعة والأيام الماضية بتحمل مسؤولياتهم، وناشدنا كذلك الأمم المتحدة. لكن أخي ما نراه عدم اللامبالاة بالإنسان التهامي بشكل عام يعني، أو بشكل خاص، واليمني بشكل عام. نحن نتكلم على مجاعة
حاصلة في ولاية الدريهمي ومدينة الحديدة، المدينة داخلا يعني وليست المحافظة بشكل عام. المساعدات تقتصر على المحافظات المديريات المحررة كالخوخة وتحيتا، وما زالت حتى يعني لا ترقى لسد جوع الناس يعني. فالمأساة مستمرة في ظل صمت مخزي من الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة على الأرض. نعم. طيب، حتى لا يتم إنكار دور هذه المنظمات، هم يتحدثون عن تواجد لهم لكن هناك صعوبات وعراقيل تقف أمام عمل هذه المنظمات. بالنسبة لكم كيف تبدو هذه الصعوبات والعراقيل الماثلة أمام عمل هذه المنظمات؟ يا أخي نعم، هناك في صعوبات لكن لم نرى تواجدهم تواجد ميداني. التحالف أعلن أكثر من مرة بفتح ممرات آمنة للمنظمات الدولية، لكن يا أخي منظمات غائبة، منظمات ليس لها وجود على أرض الميدان، ليس لها وجود ونحن لم نلمس وجودها أصلا فعليا. كل ما هنالك وجودهم إعلاميا فقط. نحن نسمع جعجعة ولا نرى طحين. يعني المنظمات تكاد تكون غائبة عن المناطق المستهدفة. مناطق الدريهم يا أخي فيها 30,000 مواطن الآن في شح الموارد بشكل عام، المواد الغذائية، الماء، في التلوثات، الآن تفشي أمراض يا أخي، أمراض الكوليرا والملاريا في 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 المدن المحاصرة، وأنا بتكلم على الحديدة والدريهمي بالتحديد، مدينة الحديدة ومديرية الدريهمي. أما باقي المناطق نعم موجودة المنظمات الدولية، موجودة في الخوخة وموجودة والهلال الأحمر الإماراتي، ما قصر في التحيتة، لكن تظل عمليات فردية أو عمليات لا ترقى لسد جوع الناس. يا أخي المعاناة مستمرة، هناك صعوبات، ولكن يظل مجهوداتهم مجهودات محدودة. يا أخي نحن نعلم ما هي الصعوبات، لكن يظل التقصير واللا مبالاة موجودة وحاضرة، ونحن مسؤولون عن كلامنا، وليثبتوا لنا إعلاميا ونزولهم ويصوروا للناس مشاهد فيديو حية. ولكن طيب. يا أخي هذه كلها مقاطع فيديو قديمة تلتقط سابقا ولبر الرماد في العيون، لكن منظمات عاملة الآن في وقتنا الحاضر. نحن نتحدى أي منظمة أممية دخلت مديرية الدريمي من وقت حصارها ودخلت محافظة الحديدة من بعد قطع الكيلو 16. طيب، نشرك معنا في النقاش ايضا من الحديده الصحفي والناشط السياسي عبد الحفيظ الحطامي. استاذنك بالبقاء معنا استاذ سعيد. اهلا بك استاذ عبد الحفيظ. مساء النور الكريم ولضيفك العزيز. بدايه لو تضعنا امام الوضع وايضا معاناه الاسر النازحه في الحديده بحكم تواجدك في المدينه. نعم أخي الكريم، محافظة الحديدة محافظة منكوبة منذ 3 سنوات، طبعا تعمقت الأزمة والوجع الإنساني في محافظة الحديدة مع الأشهر القليلة الماضية، مع تقدم قوات الشرعية وتحرير العديد من المديريات، وهو ما سبب طبعا قيام ميليشيات الحوثي الانتقام من المدنيين وقصفت قراهم بالقذائف بالهاونات، إضافة إلى عشرات الآلاف من الألغام والمتفجرات التي زرعتها في طرقات الصيادين والرعاة والمزارعين والمدنيين. هناك كارثة إنسانية فيما يتعلق بالنزوح، حيث قصفت مواطن النزوح وحتى المناطق السكنية في حيث الخوقة، الدريهمي، التحيتة يوميا قصفا بالهاونات وأيضا قصفا بالمدفعية، إضافة إلى ما تفعله الألغام والمتفجرات التي تحصد أرواح العشرات من المدنيين. وبالتالي هناك أزمة حقيقية تتسع مأساتها رغم صمت الأمم المتحدة إذا ما يحدث، وإضافة أخي الكريم إلى أيضا الغارات الخاطئة التي تبررها قوات التحالف في قصف بعض المناطق السكنيه. اليوم قبل ساعات صباح اليوم قصفت نقطه للميليشيات في منطقه المصدريه ما بين مديريتي جبل راس والجراح، راح ضحيتها قرابه 15 مدنيا وهناك العشرات من الجرحى. هناك وجع في الحديده يعانون من جراء هذه الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي. هناك الاضافه الى المجاعه
التي تتسع بشاعتها في المحافظة في الريف وفي أيضا عواصم المديريات وفي مدينة الحديدة جراء توقف الرواتب جراء توقف الأعمال نتيجة توقف الكهرباء المياه إضافة إلى غياب الخدمات الصحية. ميليشيات الحوثي تستحوذ على المليارات التي تضخها ميناء الحديدة وتدفع بها إلى قادة الميليشيات في العاصمة صنعاء، وبالتالي يموت أبناء الحديدة على قواربهم وعلى سياراتهم وداخل دكاكينهم جوعا وفقرا في هذه المحافظة المنكوبة. للأسف الشديد مكتب الغذاء للأمم المتحدة التي تنهب مخازنه في زبيب وفي منطقة التريبة وفي باجل وتباع في الأسواق أمام مرأة ومسمع الناس، بينما المكتب حتى الآن لم يصدر بيانا واحدا يدين ما تعمد إليه ميليشيات الحوثي من عملية سرقة الحليب وسرقة الغذاء طيب هنا سؤال استاذ عبد الحفيظ عن طبيعة ودور المنظمات التابعة للأمم المتحدة. الأخ سعيد من المملكة العربية السعودية يقول أن دورها فقط حاضر إعلاميا لا وجود لها على أرض الواقع. نعم، ما قاله الزميل سعيد صحيح، تكتفي هي بالفرجة وتكتفي برفع التقارير المتحيزة وتكتفي أيضا برفع التقارير المزورة. للأسف الشديد هناك بهرجة إعلامية، هناك جعجعة ولا نار طحين كما قال الزميل سعيد، لكن أخي الكريم ستظل أن الحديدة مأساتها ومأساة المدنيين ومأساة الفقراء ومأساة الجوع لعنة ووصمة عار في جبين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إذا ما وقف الصامت إذا ما يحدث في محافظة الحديدة التي أصبحت محافظة منكوبة وهي وبداخلها قرابة 3 مليون نسمة من السكان، وبالتالي ما يحدث في محافظة الحديدة وصمة عارض بحق الإنسانية إذا ما استمرت تتسع المجاعة وتتسع الأوبئة وتقف الأمم المتحدة متفرجة إذا هذه المنطقة، إذا كان الأمم المتحدة التدخل في محافظة الحديدة عليها أن تتدخل إنسانيا وأخلاقيا وقانونيا في إيقاف اليد الحابسة، اليد التي تقتل التي تنتهك التي تسرق التي تحضر حتى الموت التي تسرق قوات الفقراء والأطفال في هذه المحافظة المنكوبة. أخي الكريم، المدنيون هنا في محافظة الحديدة يقولون لا حل لهذه المحافظة إلا أن تحسم المعركة فيها، لأن بقاء المعركة مفتوحة في محافظة الحديدة معناه المزيد من المآسي، معناه المزيد من الكوارث الإنسانية والتي ستتاجر بها ميليشيات الحوثي وستبحث من خلالها عن حل لها وليس للسكان. طيب بالنسبة للحكومة الشرعية والتحالف العربي، كيف يمكن تقييم دورهم في إغاثة الناس والتخفيف من معاناتهم؟ نعم، هناك جهود يبذلها الهلال الإماراتي وأيضا المركز الملك سلمان، لكن أقل من المستوى المطلوب وخاصة في المناطق المحررة. هناك جوع داخل مديرية التحيتة ولا يصلهم إلى النذر اليسير لأنها محاصة ومحاصرة من قبل الميليشيات، إضافة إلى في مديرية الدريني هناك جوع أيضا ولا يصلهم إلى النذر اليسير. في أيضا منطقة حيف، مناطق في حيف، مناطق منكوبة جوع ومع ذلك لا تصل يعني المساعدة الكافية لهذه الأسر، وبالتالي يجب على الحكومة الشرعية والسلطة المحلية بمحافظة الحديدة وكذلك قوات التحالف أن تدفع بالمزيد من إغاثة الفقراء، إغاثة المحتاجين في الخدمات الصحية والدوائية وأيضا في الغذاء الرئيسي وأيضا في المحاليل الوريدية بالنسبة للأوبئة والحميات التي تفتك بأرواح المدنيين. يعني المواطن سيزداد ثقة بالحكومة الشرعية وبقوات التحالف إذا ما وجد معونة سابقة ومستمرة من هذه الجهات، ما لم فإن هو ستتسع ما بين المواطن وما بين الحكومة الشرعية وقوات التحالف إذا ما استمر تجاهل معاناة المواطنين والبؤر الإنسانية التي تتسع أساتها في محافظة الحديدة إذا ما وقف المجتمع الدولي وقوات التحالف الشرعية صامتة ومتفرجة إذا ما يحدث في محافظة الحديدة. طيب أعود للأستاذ سعيد من المملكة العربية السعودية. أستاذ سعيد، إذن هناك دور لكن دون المستوى من قبل الحكومة الشرعية والتحالف لإغاثة الناس وتقديم المساعدات لهم، ما الذي يمنع من استمرارية تقديم المساعدات وإغاثة الناس بشكل أفضل والقيام يعني بمسؤولياتهم تجاه المواطنين سواء الحكومة أو التحالف؟ أخي العزيز، الشرعية مقصرة ولذلك ونحن نعذر الشرعية لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. الشرعية لا تملك موارد، الشرعية محطمة اقتصاديا، الشرعية تحارب على كذا جبهة في ظل انعدام الموارد، لكن نحن نناشد إخواننا في التحالف
ونشد على أيديهم. ما زال يعني المساعدات قليلة وضئيلة، لا ترقى لمستوى سد جوع الناس في المناطق أصلا المحاصرة. نحن نتكلم على 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 مدينة منكوبة إنسانيا، منكوبة صحيا خدماتيا، في ظل تواجد ميليشيا الحوثي وتقطيع المدينة إلى أوصال، ومنع الناس أصلا من الخروج من المدينة والعودة إليها، لأنه خط الشام مفتوح، لكن في هناك تضييق على خروج الناس بطريقة طبيعية. فالتحالف دوره لم نرى مثلا مركز الملك سلمان للإغاثة وجوده ضروري في هذه المرحلة، لم نجده للأمانة. وجدنا التعاون من الهلال الأحمر الإماراتي، ولكن تظل جهود شحيحة ومحدودة، يعني محدودة. لكن أخواننا في المقاومة التهامية ومعهم الأولية العمالة يبذلوا قصارى جهودهم لسد يعني طريقة محدودة بسد. طيب في ظل الوضع الحالي والقائم، كيف يمكن قراءته واستشراف المستقبل الوضع الإنساني للمواطنين داخل حديدة مع استمرار المعارك؟ والله يا أخي الوضع مأساوي. نحن نحذر ونناشد الأمم المتحدة والتحالف تحمل مسؤولياتهم. الوضع كارثي، لو استمر الحال على ما هو عليه لمدة 15 إلى 20 إلى شهر زمان، سنشهد مجاعة جماعية وصور مفزعة كالتي كنا نراها في سوريا المحاصرة. الوضع كارثي، ونحن قدمنا ونناشد عبركم وعبر منشوراتنا وعبر ظهورنا في كذا قناة، نناشد الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم مع التحالف العربي. الوضع كارثي، الوضع كارثي، ولم يعد الناس يتحملوا المزيد. إذا استمر الحال على ما هو عليه، نحن مقدمون على مجاعة، مجاعة بما تعنيه الكلمة من معنى. نعم. طيب أعود للأستاذ عبد الحفيظ الحطامي، بالنسبة لليوم إذا ما تم التركيز على أبرز أوجه المعاناة والصعوبات الماثلة والتي واجهها أبناء الحديدة، ما هي أبرز أوجه هذه المعاناة؟ نعم، أبرز هذه المعاناة رغيف الخبز الذي يحتاجه المواطن البسيط، يحتاج أيضا إلى الأمن والأمان، وبالذات في المناطق المحررة التي لا تزال تقصفها ميليشيات الحوثي. يحتاج إلى الى الى ايضا الى السلامه في البحر، في لانه فقدان معظم سكان محافظه الحديده يعتمدون على الاصطياد السمكي في العديد من المديريات الساحليه الشماليه والجنوبيه، وبالتالي ان يوفر لهم التحالف الامن يعني اصطاد بشكل امن في محافظه الحديده، توفير الخدمات الاساسيه كالكهرباء والمياه والصحه العامه، اضافه الى الجانب الدوائي التي لا يستطيع او لا تستطيع الاسر الفقيره ان تحصل عليه، وخاصه ادويه الكوليرا أبنية الحميات الملاريا التي تحصل بالسكان، وخاصة في مثل هذه المناخات وأحوال الطقس. وبالتالي أخي الكريم، محافظة الحديدة أولوياتها رغيف الخبز الذي يجب أن يتوفر، إضافة إلى الأمن التي للأسف نشهد حتى في المناطق المحررة لا تزال مهددة، ولا تزال يوميا قتلى وجرحى وإصابات بين السكان، إضافة إلى النازحين الذين يتعرضون للتقطع من قبل ميليشيات الحوثي، إضافة إلى المدنيين التي يجب أن قوات التحالف أن تعيد تقييم بعض غاراتها على بعض المناطق، وليسلم المدنيين أيضا من الأذى. أحيانا يتأذون نتيجة غارة أو غارتين في بعض المناطق التي أحيانا لا يوجد فيها أهداف عسكرية، وبالتالي لابد أن يحصل أبناء الحديدة على الأمن وعلى الغذاء وعلى الدواء. هذه أهم الأساسيات التي يتطلبها أبناء محافظة الحديدة، إضافة إلى الخدمات العامة كالكهرباء والمياه التي أصبحت منسية، وأصبح الناس يبحثون عن مياه الشرب من مناطق المزارع من المناطق البعيدة وهي غير صالحة للشرب. وبالتالي محافظة الحديدة محافظة منكوبة، وتتحمل ويتحمل المجتمع الدولي والقوات الشرعية وقوات التحالف المسؤولية الأخلاقية والقانونية إذا ما يحدث في محافظة الحديدة من مأساة. طيب أستاذ عبد الحفيظ، المنظمات الأممية والمنظمات العاملة بالمجال الإنساني بشكل عام تتعذر ربما بصعوبة الوصول إلى المحتاجين لهذه المساعدات بسبب المعارك الدائرة، هل هناك من محاولات تتم من قبل هذه المنظمات لتجاوز هذه الصعوبات؟ وما تقييمك أنت فيما يخص وصول هذه المساعدات؟ هل فعلا هذه الصعوبات تمنع بشكل
نهائية وبشكل كامل وصول هذه المساعدات، أم ربما هناك توجد بعض الحلول والمعالجة التي يمكن من خلالها تخطي هذه المعضلة؟ يا سيدي، المجتمع الدولي بالذات الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الأخلاقية في هذا الجانب. مكتب الغذاء العالمي يقف صامتا ومتفرجا إذا ما تكذب عليه ميليشيات الحوثي من عملية حرق ومصادرة للمواد الإغاثة وإغلاق مكاتبها في بعض المديريات وغيرها من مصادرة المواد الغذائية، وتقف صامتا. نحن نتواصل مع بعض المسؤولين وللأسف يعني يقفون صامتين ومتفرجين إذا ما يحدث، رغم أنهم يبلغون الجهات الأممية وبالتالي التي لا تضمن تقاريرها مثل هذه الحالة الإنسانية. بإمكان الأمم المتحدة وعبر سلطتها الأخلاقية والقانونية أن تمرر سفن إغاثة عبر ميناء الحديدة وتشكل لجان مستقلة من السلطة الشرعية وحتى من سلطة الأمر الواقع لتوصل هذه المساعدات إلى الجهات المعنية، إلى الجهات المستهدفة، الفقراء والمساكين والمحتاجين والنازحين في هذه المحافظة، لكن هذا لم يحدث حتى الآن للأسف الشديد. بإمكان أيضا هذه المنظمات أن تذهب إلى المناطق المحررة ولكن لم تذهب حتى هذه اللحظة، وربما هناك مبادرات إنسانية من بعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية إضافة إلى الهلال الإماراتي، ولكنها أيضا دون المستوى نظرا لتوسع والحالة الإنسانية في مناطق النزوح. النازحون يصبحون أيضا نازحون في مناطق أخرى جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي في هذه المحافظة وفي أرجاء اليمن القاطبة، لكن يجب على الأمم المتحدة، يجب على الحكومة الشرعية، يجب على قوات التحالف أن ترسل فيما بينها لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقرابة 3 مليون نسمة تعصف بهم المجاعة وتعصف بهم الفاقة وتعصف بهم المشربة التي يجوع فيها أبناء محافظة الحديدة اليوم. معظم الأسر المتوسطة الدخل فقدت ما تملك من ذهب ومن مدخرات، أصبحت بعض هذه الأسر الآن تتجول في المساجد والأسواق الكريم. هناك حالة بالذات في صفوف المعلمين ممن كانوا وأيضا الصحيين والموظفين العاديين الذين كانوا يتقاضون رواتب بعد 3 سنوات من توقف هذه، بعد عامين من توقف هذه الرواتب، أصبحت أسرهم وأطفالهم ونساءهم جوعى. هناك حالات إنسانية، هناك انكسار كل يوم من العشرات من هذه الأسر إلى تحت خط الفقر. أخي الكريم، هناك مأساة في محافظة الحديدة، وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه إنسانيا فإن الكارثة إنسانية تتسع دوائرها الجهنمية في محافظة الحديدة، وسيحاسب العالم أو المجتمع الدولي أمام الإنسان في هذه المحافظة التي يتفرج عليه العالم، وكذلك قوات التحالف وقوات الحكومة الشرعية سيحاسبون أمام الله سبحانه وتعالى إذا ما ظلوا ينظرون إلى هذه المحافظة وهي تتسع فيها دوائر الألم والوجع، ويموت أبناءها جوعا وفقرا، ويحدث فيها ما حدث في الصومال وفي سوريا. أشكرك جزيلا عبد الحفيظ الحطامي الصحفي والناشط السياسي، كنت معنا من الحديدة، وأيضا الشكر موصول لضيفنا من المملكة العربية السعودية الصحفي والناشط سعيد القليسي. وصلنا لنهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث، خصصناها لرصد أو متابعة الوضع الإنساني في الحديدة. تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة هذا المساء زميل عبد الرقيب الأبارة، في أمان الله.